مرة غادي نهربو بحالنا على الكلينيك العلوي. تهدي عامرة. هذه كلينيك علوي. فرجة هنا شوية واعرة. هذا شارع الأمير مولاي عبد الله، تخرج العمالة. هذا ليسي لالا أمينة. هذه فاس معنا العمالة. شاع الخضار، ولكن حركة ثقيلة. الطاكسي بار خداز من اللي دوبل كل شيء. عطيش بالكم ولا لا؟ حتى سيارات بعد، واحد السيارة، عدة سيارات اللي تبعوا. هو هذاك راه معرقل دابا الطريق، الناس اللي جايين من لهيه. عامرة الطريق، عارف كي يكون عاود الهديم، دوزو على الهديم. هادي مشى الطريق مولاي ادريس على اليمين، دوزو على بيلفي. يا ربي نهربو بحالنا هي من هنا. ندوزو على فرحة حشات.
توزع الحبول. هاد الشارع اللي على اليمين ولا على اليسار هو فرحة حشاد. فرحة حشاد الله أعلم إلا شي تونسي هذا، لا بقيت عاقل، شي مناضل تونسي. هنا هاد البلايصة كيجيو يتعلموا السياقة، تيديروا التدريب ديال السياقة اوتو ايكول. غابة الشباب الرون بوان دو معماير. هذا الحي الرياضي السلاويه راه حل الطريق، وما نديرو شي دوره دغيا بالزربه، ندير واحد الاطلاله شوفوا فين وصلوا. هاد الاشغال راه غادي زوينه، اشغال هنا من هاد الحجر هذا على اليمين، داكشي زوين بحال دا دايرين شي سقايات ولا داكشي. المهم غادي من داكشي هادشي ملي غادي يسالي ان شاء الله غيكون زوين. دورو غير هنايا حدا لابيسين حدا الكلوب كاينه الغبره. هاد البلايص تولي زوينه، هاد البلايص هادي مازال فيها الغبره شويه، يعني مازال خدامين فيها. هاد لابيسين ايوا راه خدامين فيها. نشوف ندور نصورها لكم من لهنا. هاكو نخبطها هاكو احسن، هاكو نعاودو هاد الجريده. المهم عاودو لها الطريطوار وغتبقى هكا. هادي راه زوينه، هادي ما خصهمش يفرطو فهاد الجريده الوسطانيه، يعني هاديك هي الرمز ديال المسبح البلدي، هي ديك البلايصه. هاد الناس هادو هما خدامين هنا في هاد الشيء، تيديرو بحال السقايات بالرخام. كيديرو بحال السقايات واقيلا، بحال الكليسات، بحال شي كليسات. هاهي هادي على اليسار بحال سلاوة، خدامين خدامين، خدمة زوينة، خدمة خدمة نقية. غادي تكون هاد البلاصة تولي مزيانة.
21. أبا فين كاين المشكل؟ الحرارة ديال 21 ماشي بحال حرارة الصيف. دابا 21 وحنا لابسين الحوايج. كنلبسو 3 و4 البياسات مع هاد مع 21 راه كتولي يعني كيحس الانسان بالحرارة. نتمنى هاد العقبة تكون خاوية عقبة الكوميسير عقبة عمة الملك. اللي تنقولو عمة الملك يعني يعني عمة الحسن الثاني. تفكرت شفت هاد الصباح واحد الفيديو واحد الحديث مع ام كلثوم. ام كلثوم فاش كانت جات للمغرب زيد يا لولو زيد يا كلثوم فاش جات للمغرب داروا معها واحد الاستجواب ولكن جات المغرب يقول لها مراكش فاس تقول له مكناس 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 هضرت هي على مكناس مع يمكن مشات يمكن دخلوها للقصر القصر ديال المحنشة راه بي راه داكشي هو عيات هذيك اللي كتدير مع هذيك الصحفيه اللي كتدير مع هذاك الاستجواب عيات ما تقول لها فاس مراكش زارت فاس زارت ولكن هي بقات لاصقه مكناس مكناس يعني كانت يعني باينه واضحه وحنا في الحقيقه راه مكناس هو احسن مدينه في المغرب من ناحيه السياحيه كنهضروش حنا من ناحيه المؤهلات ويعني لي زوطيل بحال دابا مراكش وفاس فيهم دي زوطيل خصوص مراكش كاين دي زوطيل على الجات كاين دي زوبرج كاين شي لابيتون كاين مكناس ما هاد من ناحيه ديال البنيه التحتيه يعني الفندقيه ما عندوش داكشي قليل يعني قليل لي زوطيل اللي عندنا قلال ولكن هذا راجع يعني لقلة الطلب يعني كون كان الطلب راه غادي يديروا دي زوطيل غادي يكونوا ولكن دابا مكنا فاس يعني محتكرة ها القطع اللي قلت لكم خص الانسان يقطع عمودي ما يقطعش هذا موتور تي كلاكسون يعني باقي دري صغير شاب زعما ما شاء الله المهم الله يرحم عليها الحاجة حنا ما غنكونوش الحاجة اللي غتفهمني بيناتهم. اذا قلت لكم فاس يعني مستحودة على السياحة يعني بالنسبة للمنطقة. دابا حتى اللي بغى مكناس دايرة في العروض ديالها مكناس كيجيو لي توريست زيد يا لالا زيد راه كيدوزي وندوز انا دونك كي يعني العروض اللي كيديروا بانه تجي لفاس وديوك الواليلي وديوك المكناس شوف حبس قارات شوف باب منصور مدخلينو عندهم تيجيبوهم الصباح وردهم في العشيه وصافي مكناس ما تيدي حتى غرام الرياضة اليمين بني محمد على اليسار
شارع محمد السادس هو اللي رحنا فيه. هذا مسجد مولاي مليانة على اليمين، ها السي ان اس اس ديال هنايا ديال مولاي مليانة هو هذا. بارك الله بارك الله. سيفيطة واحد الاخ يمكن شحال هادي ما دخل للمغرب شاف هاد الاحياء هادو كاميليا سجل الماسا الفضيلية وهادشي هادا ومرجان براسة والمنصور ما عرفش كاع فين جاو قال لهم جهة سيفيطة من حقاش صيفيطة كانت واحد الوقت راه كانت صيفيطة معزولة هنايا بوحدها يعني من صيفيطة الفوق تتلقى هي الخلا كانت هادشي خاوي ما كان فيه والو عمرات دابا قطعات دابا السكان قطعو من الطريق لهيه طريق الرباط طريق الرباط فاس باش خرجوا منها من لهي واخا مازال تابعة لأحكام الجدرمية مرجان براس واسواق مرجان تابعين للجماعة ديال ايتولا تيكون شي مشكل تيعيطوا لي جوندارم تيجيو من تما ولكن تنظن في التقسيم الجديد ان شاء الله ملي يكون غادي تدخل ديك البلاصه غادي تدخل في مجال الحضاره كل ما كاين هو داك التقسيم الاداري يعني تيكون هي يعني ما عندوش واحد الفتره محدده يعني عامل هو اللي كيشوف يعني فوق ما بانت الفرصه كيديروها الاشكال اللي كاين هو يعني في ذاك التقسيم الانتخابي هو اللي تيكون عندهم شويه ما تنظن التقسيم المقبل او التخطيط المقبل غادي يدمجوا ديك الجهه يعني غادي تولي من لوتوروت لهنا غادي تولي كلها تابعة للمجال الحضاري أضعف الإيمان تنقول أنا يعني ما بين المدخل الغربي ديال لوتوروت حتى المدخل الشرقي تنظن غادي تدخل في المجال الحضاري
طريقه قوري، بخصوص هاد اهم حاجه هما هاد البنايات اللي حدا البريديه، انا سي جوج وثلاثه، وهاد الشيء اللي من مور مرجان اللي من مور وايكيكي. تراجع شوية، مطيشة في النواحي ديال 10 دراهم، مطيشة زوينة في النواحي ديال 10 دراهم، مازال تهبط، مازال زيد تهبط. الخضرة كلها الأخرى تقريبا في 4-5، ما عدا بحال الجلبانة بحال اللوبيا. الفواكه غالية، الفواكه بعض الفواكه غالية، وفان أغلب الفواكه غالية. يلا بحال دابا الليمون ما بيش، التفاح ما بيش، البنان ما بيش، كنظن هادو يعني مقدر الإنسان يقتصر عليهم. غالية البعد منها الفاكهة، كاين الناس اللي ما تاكلوش كاع الفاكهة، كاع ما تضربهم في الراس كاع. أهم حاجة هي الخضار، ثلاثي أمنة، مطيشة والبصلة والبطاطا. ولكن الحمد لله خيزو واللفت راهما دايرين أثمنة زوينة. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.